ايوه تعالي تعالي جاي يا باشمهندس، تعالي جاي هنوريك الدودي. يا باشمهندس. ايوه ايوه قلعتالك قلعتالك يا باشمهندس. تعال يا وكيل النيابي، تعال الدودة. ايوه تمام. طيب تعال يا باش. انت ما خلتش في الظلع خالص يا راجل. في الظلع دودة يا عمي. الدودة للزرع. طلعها على ايدك. نسمي. وعداد ازاي؟ سن مش قاعد. ايوه ايه وإلي؟ ايه هذه الدودة. صورت الدودة؟ صورت. نعم الدودة في الزرع بزيدك في الشوام يا عم. والظلع تولى نشف. ايوه زي ما انتوا زي ما حطلتم شايفين. ايوه بص ما فخلتش خالص، طول الظلع طول نشف وفاضي ما فيهوش اي حاجه. حتى بص الولط بتاعه. ايوه بص الفلان غير الفلان. بص يعني الدلب نفسه من جوا ميت ميت من التوت. ناشف. ما مخليش اي حاجه الدلب من جوا. تعال جاي. بص الدلب من جوا ميت. تلغيت بتاع الحج محمد علي عبد اللهيم. ايوه ناشف خالص. زي ما حطلتم شايفين. الدلب نفسه من جوا. القلب نفسه الدوزه خلتش يعني ما خلتش فيه اي حاجه. ايوه شايفين سامعين. الدلب نفسه من جوا مات. ايوه القلب يعني الزرعه كلها كلها ماتت. قول له كل ما يكملش 30 40 بوصه زي السلام فيه. والدوده ما تلعب يا عم. يعني مدلعينه من من الارض ناشفه. بس تمام. ويعني مش جايب لها في متان واحد. انا مصور لها الزلعه كلها ان الزلعه كلها ثلاث هدود. تعال جاي. اتفضل. شوف ميته. ميته. مات. مات ما لهوش اي لازمه في الظلع. يعني تط الخيل المزارع. ايوه بص ارحمونا ارحمونا ارحمونا. شكرا.